بعضها أكثر من 56%. حزب الوفاء والإصلاح هو حزب سياسي غير برلماني، تأسس في 2016 وطبعا يدعو إلى الثبات على الثوابت في الداخل، سواء كانت المقدسات والقدس والأقصى واللغة العربية، وأيضا المحافظة على وجودنا وهويتنا الدينية والوطنية في هذه البلاد. بالنسبة لمقاطعة الانتخابات، طبعا نحن نقاطع الانتخابات بشكل مبدئي بعيدا عن القضايا المطلبية، لأننا نلاحظ بأن موضوع دخول الكنيسة لن يحق لنا حقا ولن أيضا يرفع عنا ظلما، ونقاطع من أجل أيضا المحافظة على الثوابت كما ذكرت وعلى المقدسات في هذه الديار، وأيضا بعيدا عن هذه المؤسسة التي تسن القوانين العنصرية ضدنا في الداخل وضد مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. ثم أننا نرى أنه منذ عام 49 إلى الآن لم يتمكن أعضاء الكنيسة العرب من استعادة أي شيء من حقوقنا الدينية والوطنية، وإنما الدخول إلى الكنيسة هو عبارة عن تلميع للوجه القبيح للمؤسسة الإسرائيلية والظهور أمام الرأي العام العالمي على أن هذه الدولة دولة ديمقراطية ودولة فيها مساواة بين جميع مكوناتها. فرع تمرة هو فرع حي من حزب الوفاء والإصلاح، يقوم بجل النشاطات التي تقوم عليها سياسة الحزب من العمل الوطني والعمل الاجتماعي، والتقينا عندهم هذا اليوم في الدعوة وفي ندوة للنداء لمقاطعة انتخابات الكنيسة التي منذ 73 عاما وهي بمثابة سراب يركض خلفه الراكضون، لم ترفع عنا ظلما ولم تحق لنا حقا، هي أس وأساس المشروع الصهيوني، وبالتالي نحن ندعو أهلنا إلى جرد حساب وإلى التفكير بالعقل وليس بالعاطفة، وألا يخافوا من الذين يأتون بالذرائع باسم بن كبير وغيره، مرت علينا شخصيات كثيرة، نحن هنا في هذه البلاد نستطيع أن ننتخب لجنة المتابعة، نبني مشاريعنا الوطنية ونلتف حولها بعيدا عن الكنيسة والأمور المطلبية عبر سلطاتنا المحلية محققة، ولا حاجة لواسطة بين السلطات المحلية والوزارات. طبعا رسالتنا للشباب في قضية مقاطعة انتخابات الكنيسة بعد كل اللي مر وبعد كل اللي صار، بعد الدخول لائتلاف الحكومة ومن خلال سنة الائتلاف، شفنا اللي كنا ممكن نشوفه من ناحية تأثير، من ناحية شو تأثيرنا وحجم تأثيرنا، بالآخر اتضح إنه تأثيرنا تأثير وهمي، هو منوط أكثر بقضايا مطلبية اللي ممكن إنه إحنا نخدها ونستحصل عليها بطرق أخرى غير وجودنا في الكنيسة كأعضاء في البرلمان أو حتى في الائتلاف الحكومي. فلذلك ندعو للمقاطعة في تاريخ 11 ومقاطعة بقوة حتى نكون الصوت الأعلى، حتى يتحقق مطلب الجميع الذي نصب إليه وهو انتخاب لجنة متابعة انتخابا مباشرا وتقوية لجنة المتابعة لتكون هي المرجعية لنا وهي اللجنة الكبرى تحت ومن تحتها وتحت سقفها نكون مؤسساتنا ولجاننا تخدم شعبنا إن شاء الله.